أعزائي مرحبا بكم في درس جديد في مادة نشاط العلمي بعنوان النمو لدى الحيوانات. كيف تنمو هذه الحيوانات؟ لاحظوا معي هذا الشريط، إنه لقطة صغيرة. انظروا، عندما ولدتها أمها فكانت عبارة عن قطيطة صغيرة، ويوم بعد يوم وشهر بعد شهر نمت هذه القطة حتى صارت تشبه والديها. إذن كيف نامت هذه القطة؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا التساؤل. انظروا هنا، لماذا تطعم مريم هذه الطيور في رأيكم؟ ربما لكي تنمو وتكبر. هذا ما سنتعرف عليه من خلال مراحل نمو هذا الكتكوت. لاحظوا معي هذا الصوص، عندما خرج من البيضة كيف كان؟ خرج صوصا صغيرا، بعد شهر صار كتكوتا، لاحظوا شكله. ثم بعد 3 أشهر كبر قليلا، ثم بعد 5 أشهر صار ديكا كبيرا يشبه والديه. لاحظوا معي كيف كان هذا الصوص، عبارة عن صوص صغير، وشهر بعد شهر صار ديكا كبيرا. فلقد ماذا وقع له؟ لقد كبر حجمه، وماذا أيضا؟ وزاد أيضا وزنه. كان صغيرا ثم بعد ذلك صار كبيرا. إذن الحيوانات ماذا يقع لها؟ عندما تكون صغيرة وشهر بعد شهر تنمو وتكبر، فيكبر حجمها ويزيد وزنها. إذن ماذا نستخلص؟ نستخلص أن أثناء نمو صغار الحيوانات ماذا يقع لها؟ يزيد وزنها، ثم أيضا يكبر ماذا؟ يكبر حجمها، فتصبح ماذا؟ تصبح شبيهة بالكبار، أي بوالديها. أعيد، أثناء نمو صغار الحيوانات ماذا يقع لها؟ يزيد وزنها ويكبر حجمها، فتصبح شبيهة بالكبار.